مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله نتكلموا على واحد الموضوع ديال الكلور وفوائده بالنسبه في تربيه الارانب. اذا الكلور شحال من واحد غادي يسولني على الكلور، شنو هو الكلور؟ الكلور هو جافيل، جافيل اللي كيكون عندكم في المنازل ديالكم. كاين جافيل مركز، كاين هو انواع، كاين جافيل مركز، كاين هذاك حنا كنسميوه كنقولوا اتشي، اتشي راه غير شركه من الشركات. المهم كاين مركز وكاين مخفف اللي كيتباع يعني رخيص الثمن. في تربيه الارانب غادي نعطيكم يعني هذا الكلور لمن يمكن نستخدمه. هو اول حاجه هو معقم 100%، يعني ممكن ان بحال هاد القناة ديال يعني الكاج ديما كيكونوا كتلقاو فيهم واحد الكحوله. مثلا هنايا شوفوا، لاحظوا معايا هنايا ممكن اننا نرشوا هذا الكلور، نخلط شويه ديال معاه شويه ديال الماء، ماشي من لازم يكون يعني كله كلور، وانما هكا بهذه الطريقه نرشوا الجوانب. ممكن هكا واحد رشه كبيره على الارانب هكا ماشي مشكل. هذا من جهه يعني كان نعقموا به الكاش، يعني كان نهضروا على الكاش، يعني ممكن ان نمسحوا من بعد بواحد الشيتا هاد الاسلاك، يعني نرشوا به ونمسحوا هاد الاسلاك هذا. واخا واكثريه القاعده يعني حتى الفوق ماشي مشكل، يعني القاعده يعني هذه واخا يعني هاد الاسلاك هذه راه ما كتضرش، راه مزيانه، ولكن مع المده كتولي يعني عندها واحد اللون شبه ابيض. ملي تشوفوا اللون شبه ابيض يعني راه ديك الفضلات كطيح، ولكن يعني الفسق ديالهم يعني البول ديالهم اعزكم الله كي يبقى في ذوك الاسلاك. انتم رشوا عليه بواحد الرشه وحكوا بالشيسه، يعني هذا دور من ادوار ديال الكلور. الكلور عاود ممكن يستعملوه الناس اللي كاينين في العروبيات، يعني كاين الناس اللي ما مدخنينش الماء، يعني ما عندهمش الماء في الروبيني. اللي ما عندهمش الماء في الروبيني كيجبدوا المياه من الابار، يعني بئر كيجبدوا منه الماء وكيعطيو كيشربوا منه هما وكيشربوا منه الارانب. كونوا متاكدين ان هذاك الماء الا مشاو تشربوا منه الارانب ماشي غادي يضرهم، ولكن كيكون عندهم واحد البول ديالهم كيولي احمر مدمم. يعني شحال من واحد كيقول لك انا عندي الارانب ديالي في العروبيه والبول ديالهم احمر، يعني مائل للون الاحمر وما كيفهمش علاش. هما ماشي مرض، ولكن كيقول لك انا هما عايشين بهذه الطريقه، ولكن كيلاحظ ان البول ديالهم مره كيولي احمر. هذا السبب راجع للمياه الجوفيه. المياه الجوفيه ممكن اننا نديروا لها يعني في واحد البوديزه كبيره مثلا 5 لتر، ممكن ديروا واحد الغلاقه نص غلاقه مثلا كاع غير شويه ديالاش ديال الكلور، يعني اسمه هو الكلور جافيل. ممكن ديروا واحد معلقه في طرو، معلقه في يعني غلاقه في 5 لتر. المهم الكميه اللي درتوها راه خدام، يعني ماشي غير ما تكثروش، ماشي غير واحد غادي يدير كاس مثلا في 5 لتر. هذا من جهه يعني باش هذا تعقيم المياه. وحتى الناس اللي عندهم يعني المياه ديال الروبيني راه كتكون حتى هي مداويه. لاحظوا انكم ملي كتشدوا المياه ديالكم كتكبوها اول مره كتلقاو واحد الشنشين بحال نقولوا بحال الشكل ديال يعني لاسبيرين ملي كديروها مع الماء كتقطلها واحد الشنشين. هذاك الشنشين اسمه هو هذاك، راه هما مداوينه. يعني كاين كلور ولكن كاين مواد اخرى. شنو ديروا نتوما؟ ديروا معاه معلقه ديال جافيل، ديروها معاه باش كيحيد هذاك السموم اللي كتكون في الماء. اضافه لان يعني الكلور ماشي المخفف، يعني اتشي، ما كنقولوا اتشي، الناس كي معروفين كيقولوا اتشي، كيكون واحد الليتر كيتباع بسبعة دراهم ونص. هذاك الناس اللي عندهم يعني هذه معلومه راه فايت كاينينها وكنرددها ديما،
باش يعني نعاون خوتي باش ما يطيحوش في واحد الفخ ديال الجرب. ملي كيكون عندكم الجربه يعني الله يسر جربه ماشي ديال الاذن، ماشي تصمغ الاذن، لا جربه اللي هي كتكون ديال تساقط الشعر، يعني كتكون من يعني القنيه ديالكم طاح لها الشعر من جهه الجبهه، من جهه الانف، من جهه الرجلين. منين تشوفوا عندكم هذه الحاله هذه مباشره ديروا نص كاس ديال 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 زيت العود ونص كاس ديال الكلور يعني ارشي، هي نفس الكميه. منين تشوفوا نفس الكميه كما كانت نص كاس ولا معلقه معلقه ولا اي حاجه، المهم نفس الكميه، تخلطوهم مع بعضياتهم يعطيكم واحد المحلول، تشدوا واحد القطنه ولا اللي كان اي صوف ولا اي حاجه وتمسحوا، من الاحسن تكون قطنه، وتمسحوا به المناطق اللي مضروبه بالجرب. كونوا متاكدين ان راه غادي تشكروني بزاف على هذه المعلومه هذه، لان الناس كيخافوا من الجرب ديال يعني تساقط الشعر. يعني تفكروا معايا نفس الكميه ديال ديال عفوا ديال زيت العود، زيت العود رخيصه ماشي الغاليه ولا الحايده، لا زيت العود عاديه، نفس الكميه اللي كديروها كتخلطوها مع الارشي وكتمسحوا المناطق اللي مضروبين بها لمده 3 ايام، نهار الرابع ان شاء الله كيجيب الله التيسير. اذا الحلقه ديالنا سالات، كنعتذر على الصوت ديال المقاقيه ديال الدجاج، لان اوقيتهم هذه باش كيوضعوا البيض، يعني كيبقاو يديروا هذا الصوت هذا. كنكون كنعتقد ان الحلقه يعني راها مهمه، يعني الكلور راه مهم، عنده فوائد بالنسبه للارانب بواحد الشكل، يعني ضروري يكون عندكم واحد الليتر ديما محطوط على جنب ديما، اما خدموه في الاخر في ديك الولادات حتى هما نقيو به مسحوا به داك الولادات، لان كتكون الانثى عاد ولدت منين يدوز واحد الوقيته داك الشعر ديالها والدم اللي كيكون تما لابد ما تغسلوا هذيك الجهه بالكلور، حتى هي هذه نقطه مهمه. يعني اي حاجه راها مهمه فيها الكلور. الكلور اش كيدير؟ كيعقم، هو معقم، يعني الامراض اللي ممكن انها تصيبكم من 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 من, من اما جراب اما يعني حوايج ديال الجراثيم كلها، ديما يكون عندكم واحد ليترو ديال الكلور، ممكن تخلطوه مع الماء بحال هكا في شي رشاشه ولا هكا، المهم انكم تبقاو تخدموه ديما يكون عندكم كدواء، كنعتبروه كدواء يكون عندكم مع الادويه، الكلور يكون عندكم مع الادويه. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، ما تنساوناش زر جيم تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله، الى اللقاء في الحلقه المقبله.